أظن فوز مستحق لصالح فريقي فريق الجيش، نظرا لسيطرتنا الكاملة تقريبا على كل ردهات المباراة ضد فريق كبير، فريق لاعب نهائي يعني السوبر الأفريقي، لاعب النهائي الموسم اللي فات مع كل التتويجات الأفريقية لنادي الوداد. نظن هذا يعني هذه المباراة وهذه النتيجة نعتبرها نتيجة عادلة نظرا لكمية الفرص اللي خلقناها في هذه المباراة حتى قبل تحصل نادي الوداد على ورقة حمراء، وضربة الجزاء التي تحصلنا عليها اعتبرها ضد مجرى اللعب، خصوصا لم نقارن عدد الفرص اللي صارت في الشوط الأول بيننا وبين الوداد. نقر بكل تواضع اللي الاستحقاق كان لصالح فريق الجيش. رهان نصر الدين نبي مع فريق الجيش الملكي؟ ليس هو رهان أو أي شيء، هو إحساس بالمسؤولية رغم بعض النواقص، رغم التشكيك، معليش رغم التشكيك، لكن احنا ما عملنا ولا شيء، يعني ما انتصرنا فقط على الوداد، وليس ليست نتيجة يعني سيربريز. هذا نادي فريق الجيش، فريق كبير، ونادي الوداد انتصرنا عليه في عقر دارنا، نتيجة اعتبرها ايجابية لكن عادية، نبنيو عليها باش اللاعبين وكل مكونات الفريق ياخذوا ثقة في انفسهم ونصلحوا انفسنا، لانه مازالت عندنا نواقص كبيرة، ونحطوا رجلينا على الارض ونكملوا يعني نجتهدوا باش نفرحوا يعني جماهيرنا. أود أن أشكر خصوصا لاعبي فريق الجيش الملكي اللي صراحة طبقوا تعليمات تكتيكيا، وأنا يعني عجبوني يعني في التطبيق نتاعهم في سكون أبيل لا ريغور تكتيك، فهمتني، وكانوا أصحاب شخصية، لأنه مش سهل لما في الشوط الأول رغم خلق كل هذه الفرص تخرج منها زم، لو ما كانتش عندهم شخصية كبيرة ما كانوش يقدروا يرجعوا ضد فريق كبير مثل نادي الوداد. مقبلين على الميركاتو الشتوي، كاين لاعبين جداد بالنسبة للفريق؟ والله طلبت يعني أو قررنا تكوين لجنة انتدابات تحت إشرافي وإشراف سيد الرئيس النادي، ومكونة من إداريين وفنيين، وأنا شخصيا طلبت من السيد الرئيس إدماج زميلي فرناندو داكروز في هذه الكوميسيون، باش يكون التصورات الفنية يعني شغل مجموعة، ثم طبعا بطبيعة الحال يبقى القرار كمسؤول أول عندي وعند السيد رئيس النادي في حاجيات الفريق، لكن عندنا شروط. إذا كان ما يكونش اللاعبين الأجانب باش يجيبوا زيادة مش ضرورية، زيادة باينة يعني مستوى عالي، أنا مانيش غاد نقبل باش نرضي الجمهور، بغاو غير باش نرضيو الجمهور جيب، باش ما نخليش النادي نتاعي يخسر يعني تحت ضغط الجماهير، لكن في هناك رغبة حقيقية في استقطاب يعني لاعبين بشرط ان يكونوا في مستوى عالي، نعرف اللي صعيبه باش تكون في مستوى عالي في هذه الفتره، لكن كلنا متفقين، كل مكونات النادي كمسؤولين يعني كل المسؤولين والجهاز متفقين على ضروره استقطاب لاعبين في اماكن الخواص. صحيح انا وطلبت من قائد فريقي و العربي ناجي ايضا قائد روحي ايضا في وسط الفريق، لانه احنا باش نضروا يعني، وكنت مامن اللي نقدر نرجعوا في النتيجه، ربما ردة الفعل الجماهير كانت غاضبه ربما على قرارات الحكم، لكن كان مازال تقريبا شوط كامل، وهذا اللي ما قلته انا الفريقي اللي قلته للاعبين في بين الشوطين، حاولت جمهور باش لانه لما يتنرفز الجمهور ينعكس على اللاعبين وربما يزيدوا يتنرفزوا، لكن اشكرهم اللي تجاوبوا مع الطلب نتاعنا.